احنا نناقشوا توا في المدة هذه باش نحددوا التاريخ في النهار هذا بالنسبة للمؤتمر الانقاذ باش نحددوا التاريخ نتاعو مع مختلف المكونات السياسية والمدنية اللي شاركت في اللقاء الأخير، وربما حتى أطراف ما لقيتش الفرصة بالشارك في اللقاء الأخير ربما تلتحق، ولكن المؤكد أنه في الأيامات القادمة من المنتظر أنه يقع الاتفاق على تاريخ للمؤتمر الوطني القادم، واللي ما هوش بيشكون بعيد. هاوش استقيل النواب الجبهة؟ بالنسبة للنواب الجبهة قاعدين ناقشوا، قاعدين ناقشوا في المسألة هذه، ثم شكون يدعو في داخل الجبهة إلى الاستقالة، ولكن ما زال ما اتخذش موقف رسمي على مستوى معنا الجبهة. وأنا جيت اليوم باش ندعم أخلاقيا وسياسيا الأستاذ أحمد الخصوصي، لأن نعتبر أن الأسباب اللي قدمها للاستقالة أسباب مشروعة، وكل مكونات الجبهة يتبناوها حتى وإن كان تم ربما تقديرات مختلفة في خصوص الموقف العملي يستقيل وإلى يقعد، ولكن في الأيامات الجاية تسمع الموقف نتاع الجبهة الشعبية من القضية نتاع الاستقالة. في الآخر أنتم تدعوا لحل مجلس التأسيس وحل الحكومة، من بعد شنو خريطة تاريخ من بعد حل شنو؟ هل فما إمكانية ندخل فوضى في مصر؟ لا حكومة مؤتمر وطني للإنقاذ، حكومة للإنقاذ منها الوطني، والحكومة هذه تدير ما تبقى من الفترة الانتقالية وخاصة تحضر لانتخابات. أما بالنسبة للدستور فثم عدة مقترحات، من بيناتها اللجنة تأخذ ما توصل للمجلس الوطني التأسيسي في على مستوى الدستور، وبطبيعة الحال تنظر فيه من أجل وأن يقع تصحيح ما جاء فيه من نزاعات استبدادية ووضع دستور ديمقراطي كما يحبه الشعب التونسي. المشكل كل هو أنه بالنسبة للجبهة ترى وأنه الشرعية راهي انتهت، وفعلا انتهت، واللي قاعد يمارس في الانقلاب مش الناس اللي طالبوا بحل مجلس التأسيس أو الحكومة، إنما اللي انقلبوا على العام اللي خوله لهم القانون، واللي خوله لهم الاتفاق السياسي والأخلاقي منها اللي وقع، هذا يا حاجة، واللي انقلبوا هما اللي انقلبوا على اللجان المختصة اللي قررت شيء، وبعد النواب يلقاو في الدستور في النسخة الأخيرة نتاع الدستور منها شيء منها آخر. احنا في الجبهة الشعبية والقوى الديمقراطية بشكل عام نعرف واش نعملوا، واحنا من همنا هو أن البلاد هذه تقدم القدام، همنا هو أن تونس تصبح بحق تونس الحرية وتونس الديمقراطية وتونس العدالة الاجتماعية، وتسير شعبها يزدهر وشعبها معناها يتطور، مش تدخل في أتون انت عنف وأتون انت إرهاب وأتون انت أزمات اقتصادية واجتماعية لا مخرج منها.